السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم معكم واحد الباستيلات اللي عادة وليداتي. كما قلت لكم في فيديو سابق، انا عملت باستيلات وديك التورته اللي شاركت معكم في فيديو سابق عملتهم مع بعضيتهم. كما كتشوفوا هي اللي باقي ما شافش في الفيديو يدخل يشوفهم، كتجي غزاله بزاف. وهاد الباستيلات كيجيو انا عملتهم بواحد الطريقه اللي سهله مره كنعملو انا الطريقه دي، كتجيني سهله بزاف ويعني كنرخص الوقت. وقلت نشاركها معكم، اللي بغى اللي كيعجبو ينقص الوقت يشوفها ويقول لي الراي ديالو. عندي هنايا بصل، اللي جوج بصلات كبارين اللي قطعتهم رقاقين وعملتهم في الزيت يتحمروا حتى كيدبلوا، هيدا كيكونوا دبلوا يعني بداو كيطيبوا. وجداد عندي انا عملت صدر جداد، صدر جداد، وخلصت مع هذيك القامه البهارات اللي كنعرفوا، سكنجبير، الخرقوم، الثوم، ثوم بودره، والقرفه، والفلفل الاسود، وقزبر، ويعني ديك اللي كنعرفوهم حنايا في كيدخلوا مع جداد اللي كنعملوه في باستيلا. وعملت هذا جوج دماس دماجيد جداد حتى هما زدتو معاها. النوا انا اللي كنعمل مختلف هنايا، النوا انا ما كنقليه، ما كنقشرو، ما حتى حاجه، كنشري اللوز بودره كما كتشوفوا معايا. عملت نص كيلو د اللوز بودره وكنعملو يعني يتحمر، ما كنقليه ما حتى حاجه، كنعملو مباشره يتحمر. كيجي هيدا ساهل وكيجي مزيون وصحي، المهم زعما نبدل. عندي هنايا السكر كلاسي، انا كنعمل هيداك عيني وميزاني، ما عملتش زعما شي قياسه ولا هذيك. السكر كلاسي كنخلطو مع ديك مع ديك اللوز بودره، وهادي نعمل معاه واحد المغرفه هيداك كبيره د قرفه. وعندي تما جداد ديالي ميطابلي، وزودت له ديك المراق اللي بقى فيه، واحد الكميه على حسب كيفاش خصك يكون اللوز ديالك مفزك، واحد الكميه ديك المراق ديال الجداد اللي طيبت فيها الجداد، خلطتها يد خلطتها مع هذا اللوز ديالي، وواحد كميه اخرى خليتها صغيره، ماشي بزاف، شتيتو اللي زدت معها الزبده. انا غنقول لكم ان شاء الله زدت معها الزبده وخليتها حتى كتغلى ديك الزبده مزيان، اللي هادي هذيك بها باستيلا، فزك بها باستيلا. وهادو هاد الرضايم هادو ديك الزبده دي اللوز عندي تما، ديك شريتهم من الدي، انا شريتهم جبرتهم من خاصين عندهم وشريتهم، وتا هما غادي نعمل تما جوج الرضايم هادو، غادي نزيدهم على هاد اللوز ديالنا باش هاجي معلك مزيان. في الحقيقه هاد الرضايم هادو كيتباعوا غاليين في محلات اخرين، سبق لي شريتهم انا اللي كنستعملهم شي حاجه، كيعملوا تقريبا 4 ليبرات 3 ليبرات وشي حاجه، وفي الدي جبرتهم عندي لهم هي ليبره و60، يعني رخاصي مره. وكما كتشوفوا كتجي معلك معلك يعني مزيان، ديك القوام ديالنا هذا اللوز كيجي معلك صافي. دابا هنا عندي ديك الجداد ديالي. واحد الحاجه اخرى اللي كنعمل انا بدله يعني، المهم على حسب دابا، يعني كنعمل بيطات ما كنطيبهمش مع باستيلا، كنعملهم مع ثلاثه بيطات مسلوقين وحكيتهم في هذيك الحكاكه اللي صغيره، وكنخلطهم مع الجداد ديالنا. كيعجبوني هيدا مسلوقين، وتا ولادي بدهم كيعجبهم هيدا احسن، جربتها يعني ببيطات اخرين وعجبتهم هذه الطريقه هذه، ولادي حسن كيجيو هيدا. عملت 8 بيطات مسلوقين وكنحكهم، ومن بعد غنخلطهم مع الجداد ديالنا وصافي. كما قلت لكم ديك المراق اللي بقى لي شتيتو خليته يغلى فوق بوطه، وزيت معاه واحد جوج مغارف كبارين ديال الزبده، واحد مغرفه ديال السكر، وكنخلي ديك الزبده ديالي. هذه الطريقه هذه اختي هاجر وراتها لي، وكتجي غزاله وكتعطي النسمه مزيونه بزاف في الماكله. ديك الزبده كتخليها حتى كيزول منها الحليب كامل باش كتفزك بها الورقه، كتجي غزاله زعما في الحقيقه. صافي عندي هنايا النوا ديالنا وعندي الجداد ديالنا. هاد الطبسيل هذا اللي غادي نعمل قياس به اللي غادي نعمل الباستيلات، وعندي تما الزبده ديالي والنوا وجداد، وعندي الورقه هذه اللي كنستعمل انا، هاد الماركه هذه عاده كنشريها كتكون كبيره على هذه شتيتو، ولكن في الحقيقه ما جبرتهاش، جاتني مع الدبه شتيتو هذه حتى صغيره، هي اخرى ما جبرتهاش واستعملتي هذه صغيره وصافي. هذه نعمل ديك الزبده ديالنا، هذه نعملها فوق الطبسيل وصافي. وهذه مبقى ماشي، انا كل كنعمل واحد الورقه وكنفزك بديك الزبده، خليط الزبده ديالنا وانا ماشي، كنبقى ماشي مع ديك الورقه حتى كنعمل الحجم. يعني انا كنعمل هذا الحجم هذا التفصيل هذا على حسب، كتجي لي وحده لواحد على حسب ولادي، كل واحد كياخذ ديالو وصافي. كتعملوا نتوما الحجم اللي بغيتو، كاينين تقدر تعملها صغيره كيجيو غزالين عاوتاني ديك ستيتوين، اولا تقدر تعملها حجم واحد يعني كبير. كما كتشوفوا ديك الحشوه ديال اللوزه نعملها هي الاولانيه باش مي غادي نقلب باستيلا ديالي، هتكون هي فوقي، اللوز هيكون فوقي والجداد هيكون تحت.
كما كتشوفوها كتجي معلكه، اللي ما كتعجبوش هيدا معلكه بزاف د اللوز، العقده اللوز هذه يعمل اقل د شنو اسمها د مراق، يعني مراق، وهذيك ينقص منه وصافي، ما يفزكاش مزيان، ما يفزكاش بزاف وصافي كنعملوا الدجاج ديالنا. وهذه مقماشه مع ديك الورقه كندور فيها ونعوطها حتى كتعوض لي، يعني كتجي كما كتشوفوا، يعني كنقن هذيك فيها حتى كتعوض. المهم كل واحد كيعرف الطريقه د الباستيلا، ماشي زعما شي حاجه. المهم انا كما قلت لكم شاركت معكم وصافي الطريقه اللي كنعمل انا، اللي كيعجبو الحاجه سهله مهله في حالي انا في الحقيقه. اي خوتي دائما كيضحكوا عليا كيقولوا لي تينا اي حاجه كتجبرني كتنقص لي الوقت او لا يعني كتساعدني كنجربها ضروري، يعني ما كيعجبنيش نطول الحاجه بزاف كما كتشوفوا كتقلبها وكتجي معاها وطا. وهذه نعملوها في سينيه اللي غتدخل الفران ب حتى كيطيبوا لنا الباستيلا ديالنا عادي يعني. يعني ديك التقشير ديال النواد اللوز خصك تقشرو وتطحنو وتقليه، هذيك كيجي حتى هذا البودره كيجي مزيون زعما، ما كيجيش عيب كيجي مزيون، وخصوصا ملي تعملو ديك مرق الجداد وقرفه وديك الزبده ديال اللوز كيجي مذاق فيه رائع. صافي غادي نستمروا نفس الطريقه، نعملوا اللوز ديالنا اللوناني، العقده اللوز ديالنا اللونانيه، وغادي نضيفوا عليها ديك الجداد. يعني كتسمى طريقه اسهل من طريقه الباستيلا عاده، ولكن كتجي المذاق ديالها كيجي مزيون وهذاك هو الاهم. صافي عاوتاني غادي نعمل له نفس الطريقه. انا صورت معكم جوج ولكن انا عملت كثر طبعا على حسب العائله ديالي. غادي نسكي عليهم مزيان باش كتبقى معوطه الدوره ديال الباستيلا. صافي وهادي نقلبها، غادي نعملها شويه ديك الزبده وهادي نقلبها ونعملها في الفران، نعملو ميطيبو في الفران. ودابا نكونوا ان شاء الله للتزيين. كما كتشوفوا هنا الباستيلا ديالنا طابو، غادي نزين نعمل لهم تزيين هنايا سكر كلاصي، عندي تما الورد وعندي بيستاج وعندي قرفه. التزيين طبعا كيبقى على حسب الاختيار، وكل واحد كيزين على حسب الطريقه اللي كيبغي. انا غادي نشارك معكم هيدا جوج طريقات اللي عملت، وكيبقى الاختيار لكم. التزيين بسيط وصافي زعما، ماشي ماشي شي حاجه. عملت سكر كلاصي وغادي نعمل شويه قرفه وبيستاج وديك النور، وكل واحد كما قلت لكم يبقى على حسب الاختيار وعلى حسب تينا. يعني انا واحد كيكون يعني ملي كيكون واحد كيزين الحاجه في حياته، يعني اللي كيجي في بال ديالك وصافي عملو صافي تينا، ماشي مع المود يو نو على حسب الرغبه ديالك ولا حسب المزاج ديالك. كل مره كيشني كيجي المزاج نعملو الحاجه. بزاف مرات انا كنكون عملت واحد الحاجه عاوتاني ما كتعجبنيش وما كنكونش مقتنعه بها، عاوتاني كنمسح عاوتاني ونزول ونعدلها مره اخرى. صافي هذا تزيين بسيط. وهذه الثانيه غادي نعمل لها هذه الطبسيل، هذا غادي نعمل له فنعمل له بحال ديكور الهلال، عملته هيدا في النص عملت له هذيك الموطع اللي كيبقى باين، عملت له تما سكر كلاصي ومي تزولو كيجي كما كتشوفوا كيجي بحال الهلال وصافي. وغادي نعمل له تما شويه ديال البيستاج وشويه ديال الاوراق ديال الورد اللي زولتو من ديك الورد، زولت له الريقات ديالو وانه يعني شكل عشوائي وصافي. قلت المهم يعني جا مزيون ديك الكولور الخضر مع ديك الكولور فاني ديال الورد. المهم انا عجبني قولوا لي الراي ديالكم نتوما. وهذه هي الباستيلا ديالنا اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا عجبكم الفيديو اليوم. واللي باقي ما تفرجش الفيديو السابق اللي عملت التورته الكريمه كتجي غزاله حتى هي بزاف، دخلوا شوفوه وردوا عليا.
وكنتمنى نكون دائما حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف على المشاركة ديالكم، شكرا بزاف جزيلا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.